ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم؟ أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟ تجوز سنة الطواف في أي مكان من الحرم، لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحدا، وإلا ففي مكان بعيد يبعد به عن الأذية. المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة. نعم. نعم.